عاشقينك للأبد ما نبي غيرك بدل عاشقينك للأبد. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدين الأحبة أينما كنتم تتابعون هذه الإطلالة المتجددة من برنامجكم من عمان، نقلب صفحات مشرقة من هذا الوطن معتزين بهذه المنجزات التنموية في مختلف القطاعات والأصعدة. تحية تقدير وامتنان لكل يد تبني عمان في كل حقل وميدان. كما اعتدتم مشاهدين نحاول من خلال محطاتنا الحوارية وتقاريرنا المنوعة أن نعكس الحراك الوطني والمستجدات الوطنية في مختلف المجالات. اليوم أيضا بناء على قرارات اللجنة العليا المعنية بكوفيد-19 تمت إعادة فتح الحزمة السابعة عن الأنشطة التجارية. الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا مشاهدينا، هذه العودة تحملنا مسؤولية أكبر تجاه أنفسنا وتجاه هذا الوطن. نذكركم دائما بالالتزام بكل الإجراءات الصحية والوقائية في مختلف مسارات حياتكم اليومية حفاظا على عمان أرضا وإنسانا. الليلة حضرنا لكم أيضا باقة منوعة من المتابعات لا تحلو إلا بمتابعتكم الطيبة. أهلا وسهلا بكم. لو صاغت أغاني لحبك شيئتين دان داني دان اللي دان بقول يا الله نبض القلب يهتف بنادي نبض القلب يا عيني يا عيني مدادي متميزة حسنك وزينك متميزة هيا يا عيني يا عيني يا عمان داني 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 بقول يا الله نبض القلب يهتف بنادي نبض القلب يا عيني يا روحي يا المترفة عشقي ودادي عشقي ودادي يا شامخة أرض الغبايرة يا نور مستوطن فؤادي يا شامخة هيا يا عيني يا عيني يا زين داني 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 بقول يا الله نبض القلب يا تبيناتي نبض القلب هيا يا عيني متربحة فوق الثرايا متربعة فوق الثرايا نبض القلب يهتف بلادي كم من صروح لك شهادنا نبض القلب باسمك ينادي كم معلمة باسمك ينادي يا ملحمة عزنا المبجل يا عمانية يا بس وسينادي يا عمانية يا عيني يا داني يا عمان يا عمان وانا العز هي داري ألا يا موطني الأجمل سلام الحب لك ساري يا
عشقي الصادق الأول عمان العين. تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في حلقة الليلة، أيضا افتتاحية هذه الحلقة الأول من ديسمبر. العالم يحتفل مشاهدينا باليوم العالمي للإيدز، تفاصيل مختلفة حول الوضع الراهن للإيدز في السلطنة برفقة ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدينا بمدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة دكتور سيف بن سالم العبري. مساكم الله بالخير دكتور، ونرحب بكم في برنامجكم من عمان. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. بداية نتحدث بشكل عام عن أهمية وجود يوم عالمي للإيدز، وبالمناسبة هو أول يوم صحي عالمي على المستوى العالمي أيضا. صحيح، طبعا يعني بدأت مشكلة الإيدز من الثمانينات، لكن يعني تم تأسيس أول برنامج للإيدز في عمان هو بداية التسعينات. الإيدز يعني مع بدايته كان يعني كان حكم بالموت أو بالمؤبد على الشخص المصاب، وكان انتشاره سريع جدا، فلذلك يعني كان لقي اهتمام عالمي كبير. لذلك حتى بالنسبة للإيدز يعني هناك برنامج للأمم المتحدة للإيدز وليس فقط لمنظمة الصحة العالمية، لما لأهمية الموضوع. يعني هناك ملايين من الأشخاص الذين أصيبوا ويتسبب في وفاة مباشرة، لكن الآن الحمد لله رب العالمين مع وجود الأدوية القهقرية، مع وجود الرعاية الصحية، الآن يعني رجع التركيز على الإيدز مرة ثانية، بحيث أنه يعني أصبح أنه العلاج للعلاج الإيدز من أجل الوقاية، يعني علاج الشخص من أجل وقاية المجتمع. فلذلك في اهتمام كبير جدا الآن من ناحية عالمية، لأنه إذا استطعنا أن فعلا نحن نصل ونشخص مرضى الإيدز أو المرضى المصابين بفيروس الإيدز، معناه نحن نستطيع أن نقي مجتمع. وهذا العام اليوم أيضا يحمل بشعار تكثيف الجهود تجاه الإيدز من خلال التضامن العالمي والمسؤولية المشتركة. كيف ينعكس أيضا ذلك على جهود الدول اليوم في مكافحة الإيدز؟ طبعا هناك في جهود يعني دولية مشتركة بالنسبة للإيدز، سواء بالنسبة لتوفير الأدوية، بتوفير الرعاية الصحية، توفير الكوادر الطبية، تبادل الخبرات. التبادل يعني نفسي في كثير من الدول تعاني من نقص في المواد التشخيصية، في نقص في الأدوية، نقص الخبرات، تنقل الدول، يعني عدم التمييز وانعدام الوصمة. لأن في كثير من الدول عندما يتم تشخيص يعني شخص بأنه حامل لفيروس الإيدز، يعني يكون هناك في وصمة كبيرة. فلذلك يعني يجب أن يكون هناك في تعاون دولي من أجل التكاتف للعمل معا، يعني من أجل يعني إزالة الوصمة، من أجل توفر الرعاية الطبية لمن يحتاجها، توفر الموارد أصلا. يعني كثير هناك تحالفات دولية من أجل توفير الرعاية الصحية، من أجل توفير التشخيص، من أجل مساعدة المصابين أو المتعايشين الآن نسميهم مع فيروس الإيدز، أنهم يكونوا جزء من الحياة. فهذا هو المقصود، أنه يعني تعاون الدولي، تعاون الدول، تعاون المؤسسات، تعاون المؤسسات الخيرية أيضا. السلطنة أيضا قدمت جهود كبيرة في هذا الجانب، ربما من أبرز هذه الجهود دكتور برنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز من الأم إلى الطفل الذي دشن في عام 2009. نتحدث عن هذا البرنامج والاعتراف الدولي الذي حصلت عليه السلطنة أيضا على إثر هذا البرنامج. شكرا جزيلا. طبعا هو السلطنة بدأت من 2009 بعمل يعني هو جزء من رعاية النساء الحوامل. بدأنا بفحص، تقديم الفحص الطوعي للنساء الحوامل لفيروس الإيدز، يعني لفحص فيروس الإيدز. نحن عندما ننظر الآن نجد أنه يمكن غالبية المصابين عندنا في عمر 20 إلى 45 سنة، لكن الغالبية العظمى منهم من عمر 25 إلى 34 سنة، اللي هو سن الإنجاب سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل. لكن يعني هذا السن اللي هو من 24 إلى 34، يعني النساء في الفئة هذه متركزة. فلذلك بدأت السلطنة في يعني الفحص الطوعي، إن المرأة الحامل عندما تذهب، يعني ما تسمى مريضة هي، لأن المرأة ليست الحامل ليس مرضا، صحيح،
لكن يعني يتم إعطائها يعني الخيار أنه يتم فحصها بالنسبة لفيروس الإيدز، وتم تشخيص يعني حقيقة كثير من الحالات منذ العام 2009. لماذا تم يعني بداية البرنامج أصلا في 2009 اللي هي فحص المرأة يعني النساء الحوامل؟ لأن عالميا تقريبا 28% من نقل الفيروس بشكل عالمي يعني بسبب انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. نعم. فهذا يشكل تقريبا يعني ثلث عدد الحالات عالميا. عندنا في السلطنة يعني منذ بداية البرنامج من التسعينات يعني من قول من 26 سنة الماضية، النسبة التراكمية للانتقال المرض من يعني للأشخاص تقريبا يعني تشكل انتقال المرض من المرأة إلى الطفل أو من الأم إلى الطفل 5%. طبعا هذه على مدى سنوات. الآن الحمد لله رب العالمين احنا من في 3 سنوات الماضية نسبة انتقال المرض من الأم إلى الطفل 0%. نعم دكتور، أنا ذكرت في حديثي أن السلطنة حصلت على اعتراف دولي من قبل منظمة الصحة العالمية، لماذا تقدمت السلطنة للحصول على هذا الاعتراف أيضا؟ هو حقيقة لم يعني نحن الآن بدأنا يعني بدأنا في البرنامج اللي هي فحص النساء الحوامل في 2009، حقق إنجازات كبيرة. الـ5 سنوات الماضية شهدت يعني تطور كبير جدا في البرنامج الوطني للإيدز. البرنامج الأمم المتحدة للإيدز مع منظمة الصحة العالمية عملوا يعني الآن نوع من المؤشرات لجميع الدول، بمعنى أنه مفروض يكون 90% من الأشخاص الحاملين للفيروس على علم بالتشخيص، يعني تم تشخيصهم. مفروض 90% من هؤلاء الأشخاص يكون خضعوا للعلاج. نعم. و90% يكون الفيروس عندهم تحت السيطرة. نحن في السلطنة يعني الحمد لله رب العالمين استطعنا أن نحقق 90% الثانية والثالثة، اللي هي أنه 90% من المرضى عندنا المصابين بالإيدز يعني يأخذون العلاج علاج يعني الإيدز أو الفيروس الإيدز الأدوية القهقرية، و90% منهم يعني المرض تحت السيطرة يعني حتى أنه ما ينتقل. الآن عندنا تحدي اللي هو التشخيص، هي يعني تأخر وصول أشخاص المصابين بالمرض إلى الرعاية الصحية. صحيح. إحنا عندنا النسبة تقريبا 61%، بينما النسبة العالمية 81%. فورانا شغل كبير إنه نصل لهؤلاء الأشخاص اللي هم موجودين في المجتمع ولم يتم تشخيصهم. تحسننا كثير يعني كنا 40% من حوالي 3 سنوات، الحين وصلنا 60%. نأمل إن شاء الله يعني إنه خلال 3 سنوات القادمة نصل إلى يعني 90%. نعم. راح تصلون إلى 90% من خلال عمل أيضا دؤوب. نعم. فرق مختلفة، مراحل متعددة نتحدث عنها ونقرب المشاهد منها. طيب، لذلك يعني الآن واحدة من الأشياء إنه فحص يعني نساء الحوامل هذه يقربنا من هذه النسبة، لأنه كل سنة نحن نشخص مجموعة من النساء الحوامل، وذلك نقي أولا يعني نقي هؤلاء النساء من أنهم يوصلوا إلى مرحلة متقدمة من المرض، وفي نفس الوقت نمنع أنه أن ينتقل المرض من الأم إلى الطفل سواء هو جنين أو بعد الولادة. فلذلك يعني هذه واحدة من الأشياء مع التقدم اللي صار في برنامج الإيدز في السلطنة مع الخدمات الصحية. الآن منظمة الصحة العالمية تقريبا من 2012 في مبادرة اللي هي شهادة الإشهاد على منع انتقال يعني فيروس الإيدز ومرضى الزهري من الأم إلى الطفل. نعم. فكان أول دولة حصلت على هذه الشهادة الإشهاد هي كوبا في عام 2014. الآن تقريبا 12 دولة استطاعت أن تحصل على هذه الشهادة. يعني هو يحتاج عمل دؤوب، وفي تحديين إنه المنظمة ومنظمة اليونيسيف هي 3 جهات، منظمة الصحة العالمية، الصندوق الأمم المتحدة للإيدز، وكذلك منظمة اليونيسيف، بثلاثتهم هم يقيموا الدول. لازم يكون في دليل مسبق لمدة 2 سنوات سابقتين أنه ما في حالات، بمعنى أن مثلا تم تغطية 95% من النساء الحوامل
يعني بالتغطية الصحية وبالفحص، 95% من نساء الحوامل اللي تم تشخيصهم بالمرض يكونوا تحت العلاج. وأيضا 95% لو لا قدر الله إن صار عندهم أطفال وصيبوا بالمرض نفسه يكونوا تحت العلاج. نحن الحمد لله رب العالمين في السلطنة وصلنا فوق 95%. يعني نحن تقريبا 98%. فعندما ننظر نحن استطعنا أن نحقق هذا، في أشياء أخرى يجب أن نحققها، يعني هي أربعة عوامل. واحد من العوامل هي أن وجود برنامج صحي في البلد سواء كصحة عامة أو كرعاية صحية، وجود برنامج ترصد وإحصاء، وجود الفحوصات المخبرية، وأيضا حقوق الإنسان وحقوق الطفل. فهذه أربع محاور للتقييم. نعم. طيب دكتور، ماذا يعني أن يكون هناك اعتراف بالنسبة للسلطنة؟ يعني كيف سيخدم أيضا الخدمات الصحية المقدمة للمرضى هنا؟ طبعا نحن نستخدمها الآن أن نتعلم من المرحلة هذه، لأن في معايير صعبة جدا حقيقة، يعني ما بذك سهولة يعني عملها. أنا أذكر أنه حاولنا نبدأ في 2016، يعني لو بدينا في 2016 ما كنا نستطيع الوصول، لكن الحمد لله بسبب يعني القيادة، معالي وزير الصحة يعني كان دائما يعني يوجه بهذا الشيء، وتم عمل كثير من التغييرات خلال الأربع الخمس سنوات الماضية. حتى الآن حقيقة يعني في جهد كبير مطلوب منك، ما بس كوزارة صحة، كقطاع صحي، أنه نعملها خلال السنة القادمة، لأنه سيتم تقييم تقريبا. نحن مطلوب منا أن نقدم تقرير وطني على شهر مايو من العام القادم. ففي شهر مايو يكون في فريق دولي من منظمة الصحة العامية، من منظمة اليونيسيف، من صندوق الأمم المتحدة للإيدز، راح يجوا يزوروا السلطنة ويقفوا على أرض الواقع، يشوفوا مثلا إحنا في التقرير ما نقول حققنا هذا حققنا هذا حققنا هذا، بس ما يجوا يقولوا يتأكدوا أنه هل فعلا حققنا. راحين يقوموا بزيارات ميدانية، راحين يعملوا يعني مقابلات مع أشخاص، راحين يعملوا مقابلات حتى مع مرضى، مقابلات مع حوامل، بحيث يتأكدوا مع هذه المؤشرات أو معايير اللي ذكرتها أيضا في حديثك دكتور. أيضا كثقافة عامة دكتور للمشاهد الكريم، يعني البعض يتساءل لماذا لا يوجد علاج جذري للإيدز؟ هي طبيعة الفيروس الآن، لذلك يعني لا يعني هو الآن الحمد لله رب العالمين يمكن السيطرة على المرض، لكن معايشة يعني معايشة نعم، لكن في الآن أدوية بدأت بالظهور. قد يكون أن مثلا يمكن بدل ما كان الشخص يأخذ أدوية بشكل يومي، يمكن الآن يعني يمكن بعد سنة سنتين أنه يمكن مثلا حقنة مرة في الشهر أو مرة في شهرين بدل الأدوية. العلم في تطور كبير جدا، هي طبيعة الفيروس وتمحور الفيروس، ومشكلة الفيروس بعد أنه يولد مقاومة شديدة للأدوية، خصوصا مع عدم الالتزام بتناول هذه الأدوية. يعني ذكرت أيضا دكتور بأنه تم تشخيص من 2009 وحتى اليوم من نساء الحوامل في بعض الحالات، وهو خيار موجود بالنسبة للمرأة الحامل. هل كانت هناك أي حالات إيجابية؟ لذلك يعني النقطة أنه في نساء ما عندهن أعراض، فهي هذه الميزة أنه يعني تعطى الخيار للمرأة الحامل أن تفحص. وحقيقة يعني يمكن تقريبا أقدر أقول كل النساء الحوامل يوافقا للفحص، لأنه يتم تقديم المشورة مسبقا عن المرض وإيش يصير لو لا قدر الله تم تشخيص الفيروس في المرأة الحامل. عندنا حالات نعم كل سنة نشخص، فلذلك استطعنا يعني نقول في 2016 كانت عندنا حالة نقل، يعني آخر حالة يعني من أم إلى طفل في 2016. من 2017 ما عندنا ولا حالة، بس جزء من هذا تشخيص أثناء فترة الحمل. يعني إيش اللي يصير كان أن احنا نشخص المرأة بعدين يصاب الطفل ويتمرض، ونكتشف في الإيدز في الطفل ونرجع نفحص الأم ونفحص الأب. الآن لا، نحن نفحص الأم لو لا قدر الله يعني كانت إيجابية للمرض يقدم لها العلاج، تقدم لها الرعاية، يعني ما فقط العلاج، لا في أشياء كثيرة تقدم للمرأة الحامل أو للمصاب بالإيدز، يعني الرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية ورعاية الطفل. يعني في عندنا مسار معين
بحيث أن لو شخصت امرأة حامل بمرض الإيدز. فالهدف أنه نعتني بالمرأة الحامل كمريضة وفي نفس الوقت نمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل. والآن يعني تقريبا يعني على سبيل المثال في 2018 كان عندنا 36 حالة إيجابية حامل بفيروس الإيدز. في 2019 كان عندنا 40 حالة. يعني بعضهم تم تشخيصهم في نفس السنة وبعضهم مشخصين من قبل. طيب دكتور، نسبة يعني انتقال المرض من الأم أو الفيروس من الأم للجنين كم تقريبا؟ لو يعني مع يعني لو طبق لو تم التشخيص نعم إيجابي بيكون أقل من 1%. نعم، لكن لو لم يتم التشخيص أو حتى تم التشخيص ولم تلتزم المرأة بالعلاج أو لم تأخذ العلاج يمكن كما ذكرت سالفا 48% 28% انتقال المرض من الأم للجنين. نعم. طيب أيضا برنامج الوطني للإيدز كيف تحرصوا على تجويد الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الإيدز في السلطنة؟ من 2016 ومن قبل بس في 2016 قمنا بعمل دليل الرعاية لمرضى المصابين أو المتعايشين بفيروس الإيدز ومرض الإيدز. من 2016 بدينا علاج جميع المصابين بفيروس الإيدز كلهم، يعني كنا هدفنا أن نغطي 100% من المصابين. بدأنا ندرب الطاقم الصحي في المؤسسات الصحية، دربنا مرشدين نفسيين، دربنا طواقم صحية، قمنا بتوفير الفحوصات. يعني نحن في السلطنة يمكن واحدة من قلائل من الدول اللي هي تقوم بعمل الفحوصات الحساسية الفيروس للأدوية أو للأدوية القهقرية. فلذلك يعني أي مصاب الآن في السلطنة يتم عمل فحص استجابة حساسية الفيروس للدواء وبعدين يعطى الدواء المناسب. أيضا الآن انتهينا من عمل استراتيجية وطنية للإيدز في السلطنة، والآن نعمل على عمل استراتيجية وطنية أخرى للأمراض المنقولة جنسيا ويكون ندمجهم مع بعض كاستراتيجية واحدة لأنهم هم يخدموا نفس الغرض. قمنا بعمل كثير من الأبحاث ونشرها كي نتعلم كيف نجود الخدمة وعسى نشوف ما مدى يعني جودة الخدمة عندنا ومدى تجويدها. فإن شاء الله نحن نأمل يعني يمكن خلال الربع الأول من العام 2020 بتدشين الخطة الوطنية لمرض الإيدز. نعم، كل التوفيق لكم دكتور. يعني قبل الختام دكتور، هناك أيضا نظرة اجتماعية لمرضى الإيدز رغم أن البعض منهم قد يكون ضحية كما ذكرت أيضا في حديثك. نصيحتك وكلمة للمشاهد الكريم تقدمها في هذا السياق. يعني الإيدز هو مرض مثل بقية الأمراض، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس يعني أتاهم يعني بدون ذنب. الآن الإيدز أصبح مرض مزمن. أنا دائما يعني لو أعطي محاضرة وأتكلم مع الشخص يعني لما يجيني شخص في عيادة ومشخصنا لأول مرة أقول له شيء واحد، يعني أنه يمكن أفضل لك جاك الإيدز، يعني ما شرط أنه صح، يعني ما راح يتمنى أن يكون عنده إيدز. لكن مرات الآن يعني علميا يمكن المصاب بالإيدز قد يعيش فترة أطول حتى عن المصاب بمرض السكر. طيب، فأصبح يعني الإيدز مرض مزمن، مرض يمكن العلاج منه، مرض يمكن الوقاية منه، أصبح مرض نتعايش معه. أصبح المصابين يعني بفيروس الإيدز يعني جزء، هم أصلا جزء من المجتمع. نعم، ما ينشروا المرض مع الالتزام بالعلاج. طبعا هو واجب على الجميع سواء كان مصاب بمرض الإيدز أو مصاب بأي أمراض أخرى، في التزام أخلاقي وقانوني أنه يجب أن يأخذ الأدوية، يجب أن لا ينشر المرض للآخرين. فلذلك يعني الإيدز أصبح مرض مزمن مثل بقية الأمراض الأخرى. كثير من الناس يعني جاهل المرض هذا بدون عمد، بدون علم. طيب، فهم جزء منا. الآن أصبح يعني المصابين أو الحاملين لفيروس الإيدز يتزوجون، عندهم أطفال، عندهم حياة، يعني يعيشون حياة يعني اعتيادية،
الآن أصبحنا ما نعرف، لا نستطيع أن نميز حقيقة أي شخص الآن يأتي نشوفه في المجتمع هل هذا مصاب بالإيدز أم لا. وهذه واحدة من التحديات الآن حتى في النظام الصحي. صحيح. لأنه أول كان مصاب بالإيدز يصل إلى الرعاية الصحية في مرحلة متأخرة جدا. نعم. فبكل سهولة يعني أنا كطبيب لو مرات حتى لو ما طبيب أقدر أقول هذا قد يكون عنده إيدز. لكن الآن الصعوبة إن مرات حتى هذا المريض قد يتردد على الطبيب ويروح إلى عناية صحية لأشهر مرات ست شهور سنة، ولأنه هو يعني إنسان طبيعي عنده بعض الأعراض لا يشك أحد أنه هو هذا مصاب، قد يكون مصاب مفروض بالإيدز. كل شر ومكروه. شاكرين لك وجودك أيضا للحديث عن اليوم العالمي للإيدز الأول من ديسمبر. دكتور سيب بن سالم العبري، مدير عام مديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، شكرا جزيلا. نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في حلقة الليل من برنامجكم من عمان بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. اسمار اغلى من وحيد لو قطعنا
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني 49. إعادة فتح الحزمة السابعة من الأنشطة التجارية والصناعية مع استمرار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم ندوة ترويجية إلكترونية لاستقطاب الاستثمارات البريطانية إلى السلطنة. أذربيجان تعلن استعادتها جميع أراضي إقليم ناغورنو كاراباخ، واتفاق روسي تركي على إقامة مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم. شركتا الدواء بايونتك وفايزر تقدمان طلبا لوكالة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة مشروطة لاستخدام لقاح فيروس كورونا. مشاهدينا الكرام، العناوين انتهت، نلتقيكم الساعة 10 في نشرة مفصلة، إلى اللقاء. يقول أحد الحكماء: إذا أردت انتشار تأثير فكرة ما عليك بغرسها في أذهان المؤمنين بها ليجوبوا الأرجاء ناشرين لها. وكذلك كان شهاب أفكارنا ساطعا منطلقا يبث هدى برنامج التميز البيئي كالمازن الكريم يطوف ربوع عمان، فيروي مع عينه أحلاما صغيرة منيرة كالبدر في أحلك الليالي، رفيعة براقة تشبه موزة لؤلؤ بحر عمان الأثمن، بادية للناظر كمروة كريمة تطير هناك معاذة بهالة معرفية تقيها كل ما قد يمنع غيثها من الهطول بالبشرى، فيكون خلود الفكرة هو المصير ليبقى خيرها في كل أرض مباركا أينما حل. خضع منتسبو البرنامج لتدريب عملي مختص بمهارات نشر الوعي البيئي في المجتمع، محققا بذلك العديد من الإنجازات أبرزها إقامة أكثر من 400 فعالية بيئية و20 برنامج بيئي، زيارة أكثر من 1200 مدرسة، ومحاضرات شملت أكثر من 120 ألف طالب وطالبة. ونختتم قولنا بما قيل: كلما حاولنا وجدنا أنفسنا في عمق الحياة، نتعلم من جديد وباستمرار. بيئة، نصون عماننا الجميلة. جل عدة السلطان هيثم سمعا وطاعة للمعالي، لك بالولا والحب نقدم شعبك معك في كل حالي. جلالة السلطان هيثم سمعا وطاعة. نتواصل معكم مشاهدين الأحبة بكل محبة، وإلى ثاني متابعة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان أمانة. لإدارة الصناديق والمؤسسات الوقفية توقع المشروع الثاني لتحويل المساجد إلى مباني خضراء صديقة للبيئة. تفاصيل حول هذا المشروع برفقة ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدينا بالرئيس التنفيذي لأمانة لإدارة المؤسسات والصناديق الوقفية المهندس يوسف بن علي الحارثي. مساكم الله بالخير المهندس يوسف، وحياكم الله في برنامج من عمان. حياك الله أختي بيان. قبل ما ندخل في مشروع أيضا تحويل المساجد إلى مباني خضراء، نريد أن نعرف المشاهد الكريم بأمانة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أمانة هي جات استكمال
جهد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تطوير منظومة الوقف. فهي يعني هذه سلسلة وأتت الأمانة كمكملة أنها تخدم المؤسسات الوقفية والصناديق الوقفية. بس عساس أعطي يعني تصور أنه في 2017 تم إنشاء منظومة المؤسسات الوقفية. فهذه هي مؤسسات وقفية تأخذ العمل الوقفي من العمل التقليدي عن طريق وكلاء الوقف إلى العمل المؤسسي. فحاليا في حوالي 16 إلى 18 مؤسسة وقفية وفي حوالي 6 صناديق وقفية. الصناديق الوقفية هي تشتغل حسب التخصص، فهناك في صناديق وقفية للتعليم، للصحة، للتكنولوجيا. والمؤسسات الوقفية هي مؤسسات مناطقية. فوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة عملت على وضع هذه المنظومة الحديثة وأتت أمانة على أساس أنها تكون توفر خدمات الكادر الاستثماري والمالي والفني اللي هو يعضد هذه المنظومة ويعني ويوفر لها سبل النجاح. نعم، يعني على إثر ذلك إذا تقدمون مشاريع غير تقليدية خارج الصندوق بأطر جديدة تتناسب أيضا مع المتغيرات، من بينها تحويل المساجد المبنية على الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية. نعرف المشاهد الكريم بهذا المشروع. هو حقيقة موضوع الطاقة الشمسية هو مشروع وطن. بالنسبة لرؤية عمان 2040 موضوع الطاقة الصديقة للبيئة يعني يحتل موقع مهم، وهناك فيه هدف أن عمان توصل إن شاء الله تعالى إلى أن يكون المزيج الطاقة المستخدم في عمان يصل إلى 30% من الطاقة النظيفة بحلول 2040. فبالتالي يعني هذا مرتكز مهم أنه الجميع يتضافر في التحول إلى هذا الجانب، لأنه الآن أصبحت الطاقة النظيفة هي طاقة مجدية، طاقة صديقة للبيئة واقتصاديا منافسة، وعمان هي تسعى أنها تكون منافسة في اقتصادها. وكذلك هذا يتيح استخدام الأمثل للموارد مثل الغاز وخلافه إلى مشاريع تنموية أخرى. فبالتالي هو جاء يعني تكملة إلى الجهد الكبير اللي هو يمشي. كذلك في لفتة مهمة يعني بالنسبة للمساجد. المساجد يعني فيها خصوصية إن المساجد يعني في فترة الذروة اللي يعني إنتاج الطاقة فيها يكون عالي، المساجد ممكن إنها كذلك تردف الشبكة الرئيسية بإنتاجها، لأن في هذه الفترة فترة الصباح المساجد يعني لا تستخدم بشكل كبير. وكذلك هذا يمكن أن المساجد هذه أنها تعتمد على نفسها. والمساجد يعني طبعا مثل ما هو معروف كثيرة في عمان، قد يكون الكثير لا يعلم أنه عمان يعني رقم واحد على مستوى العالم في عدد المساجد مقارنة بعدد السكان. عندنا 15,770 مسجد، فإذا توزعي على عدد السكان عمان تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم. فالآن يعني هناك في كثير، هذا دليل على الخيرية اللي موجودة في الشعب العماني وحبه للخير وحبه للأجر. وكذلك احنا بدخولنا في هذا المجال نفتح آفاق جديدة للناس أنها توقف، بدل ما توقف أنها تبني مساجد كثيرة. إنه المساجد الآن الحمد لله موجودة، قد ممكن نعمل وقف لها إنها يعني تنتج طاقة بديلة وتعتمد على نفسها في استثمارات أمانة. احنا ننظر إلى 3 عوامل: الاستدامة الاقتصادية اللي هي تنبع من الجدوى الاقتصادية، كذلك التأثير على المجتمع، وكذلك موضوع تأثيره على البيئة. فهذا النوع من الاستثمار هو بالنسبة لنا يعني يحقق كل هذه 3 المحاور. إضافة إلى هذا إنه التنمية المناطقية هي يعني جزء مهم في خطة 2040. وبسبب الانتشار المساجد في كل ربوع السلطنة
فإيجاد يعني مشاريع لتحويل المساجد إلى طاقة نظيفة سيعني تخلق فرص عمل مجزية للشباب العماني في المناطق. فبالتالي إن هذه المنظومات يحتاج لها صيانة، يحتاج لها تركيب، يحتاج لها. فبالتالي إحنا إذا عندنا 15,770 مسجد، فهذه يعني ستخلق كثير من الوظائف النوعية في قطاع مهم، قطاع جديد للشباب العماني. كذلك هناك في جانب تثقيفي. لما المواطن والمقيم يأتي إلى المسجد ويرى إنه المسجد يعمل بالطاقة الشمسية، فهو يقتنع كذلك في داخل نفسه إنه هو يجرب هذه التقنيات في بيته. وبالتالي احنا نساعد على نشر هذه الثقافة. نعم. طيب مهندس يوسف، يعني بعد ان بداتم في مشروع مسقط تنتقلون الى مشروع اخر في ولاية بدية، على اي اساس يتم اختيار ايضا هذه المشاريع؟ نعم، هو حقيقة في طبيعة المساجد، في المساجد تختلف باختلاف احجامها. هناك في مساجد صغيرة، في مساجد متوسطة، وفي جوامع. على سبيل المثال حوالي يعني مسقط يعني تمثل جزء كبير من أعداد المساجد اللي موجودة في عمان، لكن حوالي 15 جامع يمثل حوالي 40% من الاستهلاك. فهي مش بالعدد، هي بأحجامها. احنا اللي أنجزناه حاليا في هذا الجانب، وضعنا الدراسات الاستثمارية، وهناك في طريقتين لتوفير الطاقة الشمسية للمساجد. الطريقة الأولى هي عن طريق التركيب مباشرة في المسجد ذاته، وطبعا هذه مش كل المساجد يصلح لها، هي المساجد التي قد تكون متوسطة وكبيرة. في بعض المساجد الصغيرة قد لا توجد المساحات، فهذه يريد لها حل ثاني، والحل يكمن هو في المزارع الشمسية. لكن طبعا هناك أنت لا تعمل في معزل. لما فاتورة الكهرباء هي فيها ثلاث تكاليف، في تكلفة الإنتاج، وتكلفة نقل الكهرباء، وتكلفة التوزيع. فأنت إذا تركب في المسجد ذاته، فأنت يعني أنت في محيطك، فهناك القانون واضح، أنت تركب لاستهلاكك، والقانون سمح أنك أنت تصدر إلى 50% من إنتاجك، يمكن تبيعه إلى الحكومة، والحكومة تشتري كأنك أنت شركة إنتاج، تشتري بالدعم. لأن إحنا مثلا يعني إذا مثلا كان السعر 16 بيسة، السعر الحقيقي للحكومة قد يكون 32 بيسة، لأن في كثير من الدعم. فالحكومة تشتري من المسجد بالسعر كامل، فهذا يعني ممكن أنك أنت يعني تصل بالمسجد إلى أنه يكون 50% تستهلكه، و50% اللي هو زايد أنت تحتاجه بالليل، ويعملوا مقاصة. فقد تنتهي أنه المسجد لا يتحمل فاتورة الكهرباء تلتغي عنه. كذلك يعني هناك في مجال آخر قد لا يكون إحنا من الجانب الاستثماري يعني سهل، لكنه من الجانب البيئي والجانب العملي قد يكون فعال، اللي هو عملية تقليل الهدر في المساجد. فهناك كثير من التقنيات الحديثة الآن، مثلا أنواع المصابيح، كذلك التحكم متى تعمل، لما خرجوا المصلين، التكييف والإنارة مسؤول تقريبا عن 80% من الطاقة المستهلكة في المساجد. والحلول موجودة الآن تقنيا أنك أنت تتحكم وتقلل هذه التكاليف. نعم، هي صور من صور البيوت الذكية المهندس يوسف. طيب أيضا في جانب آخر بالنسبة إلى الخطة المستقبلية لهذا المشروع، هل تطمحون يعني إلى استيعاب عدد أكبر من المساجد في السلطنة؟ إحنا حاليا في المرحلة هذه إحنا خلصنا الدراسة الاستثمارية وقدمناها للجهات المختصة، والآن طبعا أنت في الدراسة عندك معطيات قد تكون على العموميات، يعني مثلا متوسط الاستهلاك، متوسط كذا، لكن أنت تحتاج بيانات من أرض الواقع. فإحنا الآن في هذه المرحلة، لما سألتيني كيف إحنا الآن ننتقل من مسجد إلى آخر، إحنا الآن يعني في طور إن
نعمل شريحة معينة اللي هي توازي هذه الشريحة اللي في نهاية المطاف احنا بنخدمها. فنبحث عن مساجد بمساحات مختلفة بسعات مختلفة على أساس أن نكون عندنا تصور واقعي من أرض الواقع نبني عليه، لأن بعدين أنت لما تستثمر في 15,000 لتغطي الاستثمارات هنا قد تكون يعني مهمة، فبالتالي أنت تحتاج بيانات من أرض الواقع ومن الميدان. صحيح. فإحنا الآن نروح أنه بنعمل عدد من المساجد في مختلف مناطق السلطنة بمختلف الأحجام، وكذلك سنأخذ بيانات من أرض الواقع، وعندنا هذه المساجد أغلبيتها ستأتينا البيانات بشكل آني من ناحية كم اللي استهلكنا، إيش الأجهزة التي تستهلك أكثر، إيش الأوقات اللي وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ أيضا القرارات فيما يتعلق بالقادم أو المستقبل إن شاء الله. أنا أشكرك اليوم على حضورك في برنامج من عمان والحديث عن هذا المشروع، المهندس يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي لأمانة لإدارة المؤسسات والصناديق الوقفية. شكرا جزيلا. شكرا أختي. نتواصل معكم مشاهدين الأحبة في حلقة الليلة ببرنامجكم من عمان الحديث القادم عن الأمن الغذائي في السلطنة من خلال هذا التقرير. متابعة طيبة لكم. حضنك حياة ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهرك، حبك علن يا عمان ما غيرك وطن، يا بلادي يا روح وذات يا حضنك حضنك حياة. تواصل سلطنة عمان المضي قدماً في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وفق رؤية استراتيجية تخطو بثقة نحو المستقبل وتعزز مكانتها في هذا المجال يوماً بعد يوم. وقد حب الله عمان بمزايا وخصائص فريدة لا تملكها كثير من دول العالم، حيث يبلغ طول الشواطئ العمانية أكثر من 3,000 كيلومتر وتطل على المحيط الهندي وبحر عمان والخليج العربي. هذه السواحل المترامية الأطراف أتاحت للسلطنة أن تنتج العام الفائت أكثر من 500,000 طن من الأسماك، وهي كمية تكفي للاستهلاك المحلي ويتم تصدير الفائض منها إلى الخارج. فإذا كنا قد حققنا الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية، فهناك قطاعات أخرى عديدة نفتقد فيها إلى الحد الأدنى من الأمن الغذائي أو ما يعرف بالاكتفاء الذاتي، حيث احتلت السلطنة المرتبة 5 خليجياً والسادسة 46 عالمياً وفق مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019. بشكل عام ارتفع الاكتفاء الذاتي في البلاد ووصل إلى أكثر من 60%، ولكن هناك بعض الاحتياجات الأساسية دون المستوى المطلوب، على الرغم من وجود شركات حكومية تعمل بجهود مضاعفة لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. تأتي هذه الجهود العمانية من أجل رفاهية وأمن مواطنيها مهما كانت الظروف والصعاب التي قد تعيق تحقيقها من عوامل طبيعية جغرافية ومناخية تعاني منها أغلب بلدان العالم، إلا أن الوعي العماني المبكر بتلك التحديات ومواجهتها بشكل علمي كان له أثر كبير في النتائج الإيجابية الكبيرة التي تحققت في أداء القطاعين الزراعي والسمكي، حيث أولت السلطنة اهتماماً كبيراً لبناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والاستفادة من أهم التجارب الدولية في هذا الصدد. مساكم عامر بالمحبة مشاهدينا الأحبة. في هذه المتابعة نتابع تفاصيل استطلاع رأي تقدمه أو يقدم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تحت عنوان أحوال المواطن العماني، تفاصيل مختلفة برفقة ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدينا بهود بن إبراهيم البلوشي رئيس قسم منهجيات استطلاع الرأي العام. مساء الخير هود، وترحب بك في برنامجكم من عمان. أهلا وسهلا فيكم.
يعني كما نتابع أيضا الحراك في المركز الوطني لإحصاء المعلومات تقدمون استطلاعات رأي عام بين فترة وأخرى. نتحدث بداية ونعرف المشاهد الكريم بهذه الاستطلاعات. استطلاعات رأي العام بشكل عام هي طريقة فنية لجمع معلومات عن رأي بعض الناس يشتركون في زمان ومكان وموضوع معين. جميل. هذه تعريف بشكل عام يعني للاستطلاعات رأي العام. طيب لماذا ينفذ المركز هذا النوع من الاستطلاعات؟ هذه الاستطلاعات طبعا لا تقل أهمية عن المسوحات الميدانية نفذ المركز الأخرى، ولها مزايا عديدة مثل أنها تمثل حلقة وصل بين صناع القرار في السلطنة والجمهور، كذلك تساعد السياسات الحكومة على أنها تتعرف على أولويات المواطن العماني من ناحية الميولات والاحتياجات اللي يحتاجها المواطن، كذلك تساعد أنها في قياس برنامج معين أو تقوم في الحكومة، كمانها تعطي نتائج سريعة وغير مكلفة. صحيح، من خلال استطلاعات بسيطة تقدم لعينة من الناس في المجتمع. طيب هود، أنتوا الحين تعملوا استطلاع عن أحوال المواطن العماني، نتحدث عن هذا الاستطلاع. طبعا استطلاع المواطن العماني حاليا في الدورة الرابعة، البداية كانت في عام 2014 الدورة الأولى. جميل. هو من الاستطلاعات الدورية ينفذها المركز كل سنتين، وحاليا إن شاء الله في الدورة الرابعة هو استطلاع يتحدث بشكل عام عن أحوال المواطن العماني، يهدف إلى معرفة في بعض الجوانب الحياتية مثل الصحة والترفيه والعمل والتشغيل وبعض الأمور الحياتية الأخرى، وعن مدى رضاهم أيضا عن هذه الخدمات المقدمة. جميل. طيب من هم المستهدفين، يعني من هي العينة تأخذوها في هذا الاستطلاع؟ طبعا الاستطلاع هو يستهدف العمانيين المقيمين في السلطنة من هم في سن 18 سنة فأعلى، وموزيع على مستوى محافظات السلطنة مختلفة. جميل. طيب المنهجيات استخدموها أيضا عادة في مثل هذا النوع من الاستطلاعات؟ طبعا يتوفر لدى المركز الوطني إطار بأرقام الهواتف. خلينا أشبه لك الإطار هذا مثل وعاء في معظم أرقام الهواتف في السلطنة، يتم سحب عينة عشوائية منه، من خلال هذه العينة نقوم بجمع الاستمارات. جميل. عينة عشوائية. كم تتراوح عددها تقريبا؟ هو من 1200 إلى 1500 إذا كان للعمانيين فقط، وتختلف العدد إذا كان لعمانيين وافدين. طيب الاستطلاع يكون هل إلكتروني؟ هل يكون من خلال اتصال مباشر من قبلكم بالمعني؟ هو طبعا يكون في استمارة إلكترونية وتجمع البيانات عن طريق الهاتف. جميل. أيوة، نسميها نحن مقابلات هاتفية. مقابلات هاتفية. أيوة. عادة يعني المواطن يكون يعني لقابلية يتفاعل مع ما تقدمه؟ والله حقيقة نحن هذا نلتمسها من خلال الاستجابة الكبيرة اللي حصلها في استطلاعات السابقة، بحيث أنه توصل معدلات الاستجابة إلى أكثر من 90% في بعض الاستطلاعات. وحقيقة يعني المواطن يعني في تقبل كبير لهذه الاستطلاعات. جميل. يعني الحين الدورة الرابعة من هذا المشروع كما ذكرت في حديثك، التغذية الراجعة خلال الدورات أيضا الماضية، كيف تستفيدوا من هذه المعلومات اللي تقدم من قبل المواطنين؟ هي ممكن نعمل مقارنات بين النتائج الدورة الرابعة والنتائج السابقة، ونقدمها لصناع القرار في السلطنة وتجري من خلال النتائج. نعم. وهل يعني الخدمات تكون دائما ثابتة خلال الدورات الأربع، أو المواضيع تختلف باختلاف أيضا المتغيرات اللي نعيشها؟ لا. عام بعد عام تقريبا هي الاستمارة تكون ثابتة، نفس الأسئلة نفس الخدمات اللي موجودة في الاستطلاعات السابقة، بحيث أن ما نفقد المقارنات الموجودة في من دورة إلى دورة. جميل. وضافت النتائج تقريبا تكون يعني في تصاعد مستمر. طيب هود، المدة الزمنية اللي تستغرقوها أيضا في العمل من أجل جاهزية هذا الاستطلاع كم تقريبا؟ هو تقريبا لو نحسب أنه من بداية جمع البيانات أو من تصميم الاستمارة إلى إخراج النتائج تقريبا من شهر إلى شهرين تقريبا. جميل. كلمة أخيرة توجهها أيضا لمن يشاهدنا ويتفاعل ويستجيب مع ما تقدمونه من استطلاعات من قبل المركز الوطني. بداية اسمح لي أقدم كلمة شكر للمجتمع العماني على تعاونه معنا، وهذا ما عكس علينا نحن في استطلاعات الرأي
ارتفعت فيها نسبة الاستجابة لأكثر من 90% في معظم الاستطلاعات. جميل. وأفضلني أطمئنهم أن جميع هذه البيانات سرية ولا تنشر إلا على المستوى التجميعي حسب ما صدر من المرسوم السلطان رقم 55/2019. فأتمنى أنهم يقدموا رأيهم بكل أريحية وما في أي داعي للتخوف مثل ما هم يشوفوا لي منظورهم. نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه الدورة الرابعة. شاكرين لك وجودك في استوديو برنامج من عمان، رئيس قسم منهجيات استطلاع الرأي العام بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات هود بن إبراهيم البلوشي، شكرا جزيلا. يا هلا وسهلا. نتواصل معكم مشاهدينا أيضا في محطات حلقة الليل من برنامجكم من عمان، نحاول أن نعكس الحراك الوطني من خلال محطات المتنوعة بعد الفاصل.
عودة لكم مشاهدين الأحبة، عودة من جديد إلى متابعة أخرى في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، والحديث عن شركة أي شيء، أحد استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا. تفاصيل مختلفة برفقة ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدينا بالرئيس التنفيذي لشركة أي شيء هلال بن علي السليماني. مساك الله بالخير هلال، وحياكم الله في برنامج من عمان. أهلا وسهلا. طبعا يأتي حديثنا اليوم نتيجة لمؤتمر أقيم بالأمس من خلال توقيع مجموعة اتفاقيات. احنا قبل ما ندخل في موضوع الاتفاقيات نريد أن نعرف المشاهد الكريم أيضا بشركة أي شيء. طيب، تطبيق أي شيء أو شركة أي شيء هي شركة تأسست في العام الماضي في 2019، وتعتبر أحد استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا. بدأنا في العام الماضي شهر سبتمبر، وكان نموذج العمل يختص بتوفير باقات اشتراك للموظفين أو الإفطار للموظفين عن طريق اشتراكات شهرية. تطورنا، اشتغلنا على العمل وشفنا دراسة السوق وغيره وكذا، فصار تغيير وجذري في الشركة إلى أن صرنا حاليا منصة اشتراكات تعرض المنتجات والخدمات عن طريق باقات اشتراكات دورية، ممكن تكون شهرية، ممكن تكون أسبوعية، سنوية، وبهذه الطريقة. نعم. خبرنا طيب عن المؤتمر بالأمس والاتفاقيات اللي وقعتموها أيضا من خلال بعض الشركات الداعمة للمنصة. نعم، طبعا من أهم الأشياء اللي ركزنا عليها في إضافتها في التطبيق هي المنتجات والأغراض المنزلية، الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية، ومن ضمنها كان طبعا الألبان وكذلك اللحوم والدواجن والمخبوزات. فعلى ضوءه أمس وقعنا اتفاقيات استراتيجية مع عدة شركات رائدة في مجالها. كان الشركة الأولى كانت مازون للألبان، والاتفاقية تعتمد على عرض المنتجات الحليب والألبان في اشتراكات شهرية دورية. نعم. كذلك الشركة الثانية شركة الصفا للأغذية، نعرض منتجاتهم الدواجن الطازجة وتوصيلها يكون أسبوعي بشكل أسبوعي. جميل. كذلك الشركة الثالثة شركة البشائر للحوم، وكذلك نعرض منتجاتهم اللحوم بكافة الأوزان. حاليا يشتغلوا على الذبائح الكاملة، ولكن في خطة عندهم منتجات راح تنزل السوق إن شاء الله قريبا، وراح تكون معروضة معنا في التطبيق عن طريق اشتراكات دورية. نعم. والشركة الرابعة شركة أطياب للأغذية والصناعة الغذائية ومنتجات طبعا الأخباز. جميل. يعني هلال، تستطيع الأسرة أن تشترك من خلال منصة أي شيء مثلا في اللحوم، وأسبوعيا تشوف احتياجها من اللحوم يتم توصيلها إلى باب المنزل؟ بالضبط. الخطة الأساسية اشتغلنا مع المزودين بأن نعمل ونصمم الاحتياج الأسبوعي لأسرة صغيرة، خلينا نقول مكونة من 5 أفراد. درسنا الاستهلاك الأسبوعي لهذه الأسرة، وبعدها جمعنا خلينا نقول 4 أسابيع، وشفنا الكمية الناتج النهائي لمدة شهر كم استهلاكهم. فوضعناها في باقة واحدة، المستهلك أو رب الأسرة فقط يشترك لمدة شهر، ونحن نقوم بتوصيل هذه المنتجات طازجة كل أسبوع. نعم، يستطيع أن يشترك في يعني منتج واحد أو منتجين حسب الاحتياج. بالضبط، هي عدة باقات في التطبيق، والمستهلك يشوف إيش الباقة اللي تناسبه. طبعا في بعض الباقات المضافة حاليا في التطبيق في الخضروات والفواكه كذلك، صممنا سلة متكاملة لأسرة صغيرة من 5 أفراد الاستهلاكهم الأسبوعي. وطبعا كذلك متاحة في التطبيق آلية مضاعفة الكميات. نحن مثل ما ذكرت صممنا السلة بحيث أنها توائم احتياج عائلة صغيرة، فإذا كان في عائلة كبيرة ورب أسرة عنده عائلة كبيرة ممكن يضاعف الكميات، يأخذ اشتراك أو اشتراكين أو حتى 3 على حسب ما احتياج الأسرة نفسها. نعم، نحن نتحدث عن شركة أي شيء وهي أحد استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا، نتحدث أيضا عن هذه الشراكة ما بينكم وبين الصندوق. مثل ما ذكرت هي أحد استثمارات الصندوق. طبعا الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة، واستثمارهم في مجالين، مجال المادي ويعطوا مبلغ معين على حسب البرامج. في عندهم 3 برامج، البرنامج الأول برنامج التكوين، ويستهدف الشركات نسميه البريسيد أو البذرة اللي لا زالت فكرة بعدها، والبرنامج الثاني برنامج وادي مسرعات الوادي. وهذا البرنامج يستهدف الشركات اللي موجودة في السوق وفيها عوائد مادية. والبرنامج الأخير برنامج قصور اللي هو يستهدف الشركات الكبيرة واللي خلاص بدأت تتوسع وتخرج خارج السلطنة. فنحن بدأنا في البرنامج الأول برنامج تكوين، وبعدها انتقلنا للبرنامج الثاني برنامج وادي. استثمارهم مثل ما ذكرت في مجالين، المجال المادي وكذلك المجال المعرفي. الصندوق يركز على
استثمار في رأس المال البشري. فدخلنا في برامج تثقيفية وتوعوية على أساس نطلع بشيء أو مخرجات، وهذا الشيء الأساسي اللي صار معانا في شركة أي شيء. لما أسست الشركة ولما بديت الفكرة من الأساس كان رؤيتي أني ممكن شركة صغيرة ومتوسطة، وكان الهدف الأساسي منها أنه ممكن يكون راتب أو عائد إضافي لوظيفتي الأساسية. في الوقت الحالي أنا متفرغ لإدارة المشروع الخاص وما في نية أني أرجع لوظيفتي الأساسية. رؤيتي أن أقيم شركة عالمية ممكن تكون تطلع خارج السلطنة فقط، وخلنا نقول بدايتها فقط السلطنة هنا، وإن شاء الله نطلع خارج السلطنة بإذن الله. بإذن الله بجهودكم. نختم الحديث بأيضا طرق الاشتراك من قبل العملاء والخطوط اللي راح توصلوها أيضا للمناطق خلال الفترة الجاية. في الفترة الحالية راح تكون التغطية على مستوى محافظة مسقط، والاتفاقيات اللي وقعناها أمس راح تطرح في البرنامج خلال منتصف الشهر القادم بإذن الله. ولكن مثل ما ذكرت في باقات متواجدة حاليا الخضروات والفواكه وبعض الباقات الأخرى موجودة، ممكن المستخدم ينزل يحمل التطبيق ويدخل على التطبيق يتصفح الباقة اللي تناسبه، وبعدها يدخل بعض البيانات الأساسية اللي نحتاجها عشان التوصيل اللي هي بيانات موقع المنزل أو حتى موقع العمل على حسب المكان اللي يريد نوصل له إياه، ويقوم بعملية الدفع تلقائي عن طريق التطبيق وتنتهي العملية بهالطريقة. كلها سهلة. كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا على وجودك اليوم في برنامج من عمان، الرئيس التنفيذي لشركة أي شيء هلال بن علي السليماني. شكرا جزيلا. شكرا لكم. نتواصل معكم مشاهدين ونقدم لكم في التقرير القادم لون من الألوان الشعبية المتميزة، فن التغرود من الموروثات العمانية الأصيلة. نشاهد معا. مشتاق للمقنا للأرض الهنية العامرة في وسط أعماق يتلاطم إلي الحنين تطرب مسامعنا على اسمك. بين سحر المعنى وغنى المحتوى وعذوبة الصوت، وحيث المسافة على مد البصر لا تموت لأن الأفق لا يحدها، تطرب الإبل وتتهادى بين رمال الصحراء ومسالكها عند سماع المغرد على ظهرها وهو يترنم بأبيات شجية تعينه على عناء السفر بعد المسير، وتتجاوب هي معه وهو يحثها على السير في تخاطر متبادل يملأه التعود، فيصبح تغريده راحة لها متذوقة الجمال الموسيقي في فن التغريد. يوصل للمقام السوي من سلامي، يوصل للمقام السوي. فن التغرود هو من الموروثات العمانية التقليدية الأصيلة الذي تشتهر به العديد من محافظات السلطنة، مستمد من بيئة البدو وثقافتهم، يريح الراحلون على إبلهم أو خيلهم كما يريح الإبل والخيل، ويستأنس به أيضا السمار في ليلهم، وكل بيت من شعر فن التغرود يتم رفع الصوت به بشكل لحني يحمل معنى مستقلا عن البيت الذي يليه في توافق إبداعي وصوتي يؤديه الشاعر بصوت مرتفع ويمنحه حسب الظرف والحالة مدا وتطويلا لبعض كلماته وقوافيه. وأصبح فن التغرود في ديسمبر من عام 2012 من بين عناصر التراث الإنساني المدرجة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو عبر ملف مشترك تقدمت به السلطنة، ويمثل إدراج هذا العنصر التراثي المهم على القائمة التمثيلية لليونسكو تعزيزاً لفرص انتشاره وبقائه في وجه التغيرات المجتمعية، حيث ساعدت إجراءات الصون لا سيما تلك التي يشارك فيها عدد كبير من الجماهير مثل الاحتفالات والمهرجانات والمسابقات الشعرية على تجميع الشعراء والجماهير لمشاركة الخبرات وتبادلها، كما أن إدراج فن التغرود كأحد العروض الشفهية للتراث الثقافي سيساعد على إبراز ممارسة تراثية لا تزال تحتفظ بمعانيها وأهميتها لدى الجماعات الممارسة لها، حيث أنها جزء من التراث الثقافي البدوي وهي مرتبطة تاريخيا ببعض القيم الاجتماعية التي تحكم العلاقات بين الأشخاص والقبائل ونظرتهم إلى البيئة من حولهم وعاداتهم الاجتماعية. يا رب عمر لا مدى لي.
تواصل الهيئة العامة للمياه مشاهدين تركيب العدادات المياه الذكية في مختلف محافظات السلطنة وفق مراحل متعددة. نقدم لكم تفاصيل أوفى حول هذا المشروع برفقة ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدين بمدير أول علاقات المشتركين والقائم بأعمال مدير مشروع العدادات الذكية علي بن سالم الدوحاني. مساك الله بالخير أخ علي وحياكم الله في برنامج من عمان. مساكم الله بالنور. نقرب المشاهد الله يخليك نقرب المشاهد الكريم من هذا المشروع العدادات المياه الذكية. طبعا مشروع العدادات الذكية هو جزء من التوجه إلى التحول الإلكتروني في الخدمات، فلما فيه من فوائد عديدة سواء على المشترك أو على المؤسسة الخدمية اللي هي الهيئة العامة للمياه. فبدأنا في هذا المشروع والحمد لله كان في تجربة ناجحة في محافظة مسندم والآن في محافظة مسقط. جميل، يعني تم تغطية تقريبا محافظة مسقط ومسندم حتى الآن. محافظة مسندم بالكامل، لكن محافظة مسقط وصلنا إلى أكثر من 80%. طيب إيش الميزات اللي تقدمها هذه العدادات الذكية عن العدادات التقليدية أيضا؟ طبعا هناك العديد من المميزات، يعني أو بما يخص المشترك وما يخص أيضا الهيئة العامة للمياه كمؤسسة خدمية. من جانب المشترك، طبعا المشترك ينظر إلى أن يحصل على فاتورة شهرية قائمة على قراءات فعلية تعكس استهلاكه الحقيقي. كنا نعاني من بعض القراءات التقديرية سابقا في العدادات السابقة، سواء عن طريق مثلا عدم وصول القراءة إلى أنظمة الهيئة عن طريق قارئ العداد، أو في هناك عدة أسباب للقراءات التقديرية مثل تعطل العدادات، مثل بعض العوائق الطبيعية التي قد تواجه قارئ العداد وتحول دون وصوله إلى العداد. فكانت هناك عدة عراقيل، الآن أصبح توفير هذه القراءات أسهل، بالإضافة إلى أنها تتميز إلى اكتشاف التسريبات. هناك إشعارات ممكن أن يستلمها المشترك أيضا من خلال اطلاع المشترك على العداد نفسه. هناك بعض الإشارات والرموز التي يستطيع أن يفهمها من العداد إذا كان يوجد هناك تسرب أو انفجار في الأنابيب الداخلية، فراح يستفيد المشترك بشكل كبير. في العدادات السابقة كان ينتظر إلى أن تصله الفاتورة بعد شهر أو شهرين ثم يكتشف التسرب من خلال الفاتورة، وقد لا يكتشف إلى 3 أشهر أو أكثر. ولكن مع النظام الجديد هذا بإمكان اكتشاف التسريبات وبإمكان إرسال الرسائل إلى المشترك في حالة وجود أي تسريب. من ناحية المؤسسة الخدمية اللي هي الهيئة العامة للمياه، هناك فوائد كثيرة أيضا، من ضمنها انتظام الفوترة والتحصيل. بوجود هذه القراءات بشكل مستمر، قراءات حقيقية وبشكل يومي أيضا، بإمكاننا أن نصل إلى مرحلة الانتظام في هذه في إصدار الفواتير وأيضا التحصيل، بالإضافة إلى أن هذا الكم الهائل من البيانات يحسن أو يعزز من الكفاءة التشغيلية، لأن هذا الكم الهائل من البيانات يعطيك فرصة في دراسة استهلاك المشتركين، وبالتالي التوجه نحو تحسين الشبكات القادمة أو التوسع في الشبكات الحالية. إضافة إلى الفائدة العظمى في هذا المجال وهو تقليل فاقد المياه. هناك مياه منتجة وهناك مياه مفوترة، وهناك فارق في 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 في, في الأرقام. فوجود العدادات الذكية مع مميزات العداد الذكي مقارنة بالعداد الميكانيكي، العداد الذكي يعني أدق في احتساب استهلاك المياه. والعداد الميكانيكي مع مرور الوقت تبدأ تقل كفاءته.
فلذلك ايضا نسبه فاقد المياه في العداد الميكانيكي قد تصل الى 8%، الفاقد المياه في العداد الذكي تصل الى 2% فقط، ولذلك سوف تكون هناك وفورات ماليه وتحسين الواردات للمؤسسه الحكوميه. جميل. طيب ايضا كختام لهذا الحديث، تستوعبون من خلال ايضا هذا المشروع كل المحافظات ان شاء الله تعالى في الخطط القادمة؟ طبعا راح يشمل جميع المحافظات، وأدعو المشتركين المشاهدين الكرام في أنهم يقوموا بتحديث بياناتهم والتسجيل في البوابة الإلكترونية. نعم، كل التوفيق لكم، بارك الله مسعاكم، شكرا على وجودك. علي بن سالم الدوحاني، مدير أول علاقات المشتركين والقائم بأعمال مدير مشروع العدادات الذكية، شكرا جزيلا. شكرا لك، أحسنت. نتواصل معكم مشاهدينا إلى آخر محطة في حلقة الليلة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. عمان بك المجد صلى وجلى، كغيم أحاط الربا والجبال، ولكنه حين يطيل غيثا يسيل على وجنتك جمالا. عمان بك المجد صلى وجلى، كغيم أحاط الربا والجبال، ولكنه حين يطيل غيثا يسيل على وجنتك جمالا. وهيثم يغرف منه بكف، لنرشف من راحته ظلالا، يقود البلاد بنهج حكيم، فيرسي سلاما بها واعتدالا. وهيثم يغرف منه بكف، لنرشف من راحته ظلالا، يقود البلاد بنهج حكيم، فيرسي سلاما بها واعتدالا. مشاهدينا في آخر متابعة، نتابع تفاصيل مسار في كل من مدينة الرسيل الصناعية ومدينة صحار الصناعية برفقة ضيفنا الكريمة في استوديو برنامج من عمان، مديرة مشروع مسار ابتسام بنت أحمد الفروجية. مساك الله بالخير ابتسام، وحياك الله في برنامج من عمان. شكرا على الاستضافة. الله يخليك. احنا قبل ما ندخل في موضوع مسار، نريد أن نعرف المشاهد الكريم بمدائن ودورها في الصناعة بشكل عام. نعم، طبعا مدائن هي المؤسسة العامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية التي تم إنشائها عام 1993. مثل ما هو معروف أنه المؤسسة مسؤولة عن تخطيط وإنشاء وإدارة المدن الصناعية في جميع مناطق السلطنة. طبعا بدينا في رسيل، وعندنا مجموع عدد من المدن الصناعية يعني في مختلف المدن المناطق الصناعية، بداء من البريمي، صور، نزوة، صحار، المنطقة الحرة بالمزيونة عندنا أيضا تحت إدارتنا، وعندنا أيضا في ريسود، وأيضا في ثلاث مناطق جديدة قادمة سيتم تدشينها إن شاء الله في منطقة المضيبي ومنطقة عبري وثمريت. أيضا مدائن تدير يعني منطقة تقنية المعلومات الوحيدة في السلطنة وهي واحة المعرفة مسقط.
تعتبر مدائن هي يعني مثل ما تقول القلب النابض للصناعة في عمان، فيوجد فيها تقريبا في جميع مدنها الصناعية ما يقارب 2300 مشروع، سواء مشاريع منتجة أو تحت الإنشاء أو حتى تخصصت لها مساحات. عدد العمالة اللي تعمل في داخل المدن الصناعية ما يقارب 61,000، 34% منهم عمانيين. وأيضا مدائن يعني تدير أو تحتضن استثمارات بما يقابل ما يقارب 6 مليار ريال عماني. طبعا اللي يميز مدائن كجهة يعني حاضنة للاستثمارات إنها تشجع الاستثمارات بمختلف أحجامها، يعني سواء المشاريع المتوسطة أو المحلية أو المشاريع الكبيرة سواء كانت محلية أو استثمارات أجنبية. وأيضا تحتضن المشاريع المتخصصة في بشكل كبير في استخدام المواد الخام داخل السلطنة، وهذا ما ولهذا يعني تم إنشاء المدن الصناعية. نعم، ومسار أيضا يقدم خدمات في كل من صحار والرسيل على وجه التحديد. نقرب المشاهد الكريم أيضا من مراكز الخدمات مسار. طبعا مدائن بالإضافة إلى إنشائها أو تقديمها خدمات مثل ما تذكر مثل ما تقولي خدمات البنية التحتية والمساحات المؤجرة، هناك أيضا لازم تكون في خدمات مرافقة لهذه الخدمات أو مساندة لها، وهي تبسيط وتسهيل الإجراءات وتسريعها للمستثمرين وخلق بيئة أعمال يستطيع المستثمر منها أنه يعني يستمر في 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 مشروعه ويستديم أيضا. وبالتالي تم إنشاء هذه المراكز لدعم هذه الشركات في جميع المدن الصناعية. تم افتتاح الآن مركزين في صحار والرسيل، وإن شاء الله سيتم افتتاح بقية المواقع في بداية العام القادم بإذن الله. هناك 6-7 جهات مشاركة معنا في 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 المراكز، وهي جهات يعني مشاركتها استراتيجية. عندنا وزارة الخارجية ووزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان، عندنا وزارة العمل، عندنا وزارة التجارة، عندنا هيئة البيئة القادمة بإذن الله، وعندنا أيضا مكاتب سند بالإضافة إلى خدمات مدائن. جميل. نعم، فما يميز المركز بشكل عام أنه يقدم الخدمات الأساسية للمستثمر من بداية المشروع. فالمستثمر لما يجي تفعيل نشاطه، إعطاء الترخيص الصناعي لحتى توقيع العقد، ومن ثم بدء تأسيس المشروع داخل المدن الصناعية، تقديمه للعمالة، تقديمه لخطط التعمين، كل هذا يتم من خلال هذه المراكز، بحيث إحنا فقط لا نقدمها كإجراء وتخليص، لا، نحن ندرس حاجة المستثمرين، ندرس حاجتهم من ناحية العمالة، ندرس حاجتهم من ناحية الدراسات البيئية اللي بيحتاجها المشروع. وبالتالي هو يعني مركز داعم للاستثمار أكثر من كونه مركز لتخليص إجراءات فقط. جميل، وهو راح يساهم في جذب الاستثمار من خلال خدماته. بالفعل، يعني هو يحقق أحد الأهداف الاستراتيجية، سواء كانت الأهداف لرؤية 2040 أو حتى لرؤية مدائن، يعني في جذب الاستثمارات واستدامتها على الأمد الطويل. نعم، نحن نختم هذا الحديث بالخطط المستقبلية أيضا لهذه المراكز في المراحل القادمة. المراكز إن شاء الله بتنتقل كلها خدمات إلكترونية في المستقبل القريب بإذن الله. جميل. موجودة حاليا في يعني نسبة جيدة من الخدمات الإلكترونية. نتطلع أن الخدمات يعني تنتقل من عملية تخليص معاملة إلى عمليات استشارات للمستثمرين ودعمهم مثل ما ذكرت، واستدامتهم وتوفير بيئة الأعمال بحيث أنهم هم يقدروا يعني ينمو داخل المدن الصناعية بنموهم، تنمو مدائن معهم. كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذا المشروع. شاكرين لك وجودك اليوم للحديث عن مشروع مسار. كانت معنا مشاهدينا مديرة مشروع مسار ابتسام بنت أحمد الفروجية. شكرا لك ابتسام. شكرا بيان. ووصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. نتمنى أن نكون قد وفقنا في عكس الحراك الوطني في مختلف المجالات والأصعدة، على أمل أن نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. نذكركم مشاهدينا بالالتزام بلبس الكمامة في الأماكن العامة، المحافظة على المسافة الآمنة والقواعد أيضا التباعد الجسدي، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة اليدين. هذه تحيات فريق عمل برنامجكم من عمان والمخرج إبراهيم زجالي. إلى اللقاء.
هذا البرنامج.